واصلت قوات الجيش واللجان الشعبية قصف مواقع عسكرية للعدو السعودي في نجران وجيزان. وأوضح مصدر عسكري أن قوة الإسناد المدفعي والصاروخي للجيش واللجان الشعبية قصفوا بالصواريخ معسكر الأمن العام السعودي وإمارة نجران وموقع المعطن العسكري السعودي ومواقع عسكرية بمنطقة القوبة في جيزان. وأشار المصدر إلى أن مناطق القمع والمصفق وميدي ومنبه وجبل النار والتبة الحمراء الحدودية بمحافظتي صعدة وحجة تعرضت لقصف مدفعي سعودي، كما شن طيران العدوان السعودي عددا من الغارات الجوية على جمارك حرض والخط العام بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة. سقط عشرة ضحايا بين شهداء وجرحى بغارات سعودية.